يعني بإمضاء القاعدة القانونية حتى تكون الأمور واضحة وتكون محمية أيضا. يعني ما دام فيه منطقة حرة ستقام أيضا في إفريقيا فالاختيار كان صواب. يعني سنمدد مثل هذه العلاقات لبلدان أخرى ممكن تكون في المحيط. هي مثلا لقد قمنا بإجراءات تقريب نفسها في موريتانيا وتاني خطوة كانت في السنغال وبعدين ممكن تشمل بلدان أخرى في المنطقة ككوت ديفوار مثلا. نعم والكامرون. نعم زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.